محطة الحافلات هذه اللي راهي خارجة على غليجان تقريبا واحد 5 كيلو ولا فات 6 كيلو. هذيك المحطة تقريبا أكبر من مطار وما فيها لا خدمات خالية عن عروشها، كأنها محطة هكا تقول كأنك راك في فيلم تاع رعب. هذيك ماهيش محطة، ما فيها والو وراهي ما كان والو. هيا يعطيك قال لك لاجونس وهي ما كان والو. الشعب راه هامل، كاع راه هامل، ها ما كان والو. كان تاع الشرق تشوف والشرق تاع جيجل وكاع ما يدخلوش لاجونس، يا يروح المطمر يا يجي عندنا هنا الرومبو تاع برماديه ولا يروح لويتيام. وماهيش حل، دروك مرا بيتروح مع ولدها تجي هنا 6 ولا 5 تاع العشيه تجي هنا البرماديه، لا ما لا كاسكرو لا قهوه لا والو. 5:30 واحد تدخل ما تسيبش حيه، 5:45 ما تسيبش بيت ريح، ما فيها والو، خاويه ما عندنا ما حاجه ما كاينش. هيدا وفي النهار على 6 بالله تروح لها ديفوا خطره ولا زوج هكا رات لها خاويه، ما كان حتى خدمه فيها، ما كان مديرينها باطل وصافي. راه يعني 5 تاع العشيه تغلق، ومواطن كيجي مواطن من برا ولا وما يعرفش البلاد ربما يتلاقى مع قطاع ولا. حنا نطلبوا باللي هذه غير صالحه، رانا تكلمنا عليها من كان الوالي السابق وقلنا له غير صالحه باه تكون هنا الواليه وكاع. دير لنا حل، دير لنا حل اللي يطيق عليه، هذا ما خص.